مرحبا بكم مشاهدي قناة الظفرة وإلى نشرة الأخبار. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميشيل باتشيليه رئيسة جمهورية تشيلي، وذلك بمناسبة يوم الاستقلال لبلادها. كما وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة رئيسة جمهورية تشيلي. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم 9 لسنة 2016 بإلغاء القانون رقم 5 لسنة 1994 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للمواصلات. نص القانون على أن تحل مؤسسة تاكسي دبي المنشأة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 20 لسنة 2007 والتابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي محل مؤسسة دبي للمواصلات المنشأة بموجب القانون رقم 5 لسنة 1994. كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم 48 لسنة 2016 بشأن مؤسسة تاكسي دبي باعتبارها مؤسسة عامة تتمتع بشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. حدد القرار رأس المال أو رأس مال المؤسسة بمبلغ 100 مليون درهم قابل للزيادة بقرار يصدره مجلس مديري هيئة الطرق والمواصلات. وتهدف المؤسسة بحسب القرار إلى توفير منظومة نقل متكاملة للركاب بواسطة المركبات الخفيفة التاكسي والنقل المتخصص داخل الدولة وخارجها وتطبيق أفضل المعايير المتعارف عليها عالميا في مجال النقل البري الآمن والمريح للركاب والبضائع. كما وتهدف المؤسسة إلى إشراك القطاع الخاص بتوفير خدمة نقل الركاب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال. ويتم تعيين المدير التنفيذي للمؤسسة وتحديد واجباته الوظيفية بموجب قرار يصدره في هذا الشأن عن المدير العام. كما يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويعمل من القانون والقرار من تاريخ صدورهما وينشران في الجريدة الرسمية. يدشن صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة يوم الأربعاء 21 من شهر سبتمبر الجاري مشروع أول رصيف بترولي في الدولة لتحميل ناقلات النفط العملاقة فئة VLCC في الإمارة والمطل على بحر العرب ساحل المحيط الهندي. ويعزز المشروع الذي يعد الأول عالميا في السعة التشغيلية موقع ميناء الفجيرة الاستراتيجي محورا أساسيا لتجارة النفط العالمية. كما ويعتبر افتتاح أو يعتبر افتتاح رصيف VLCC لناقلات النفط العملاقة خطوة رئيسة في تمكين ميناء الفجيرة من تطوير خدمته في ظل تنامي الاستهلاك العالمي للنفط. وقال الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة رئيس مجلس إدارة ميناء الفجيرة في تصريح له بهذه المناسبة، قال إن تدشين أول رصيف VLCC لناقلات النفط العملاقة في الإمارة يقدم الدعم المتكامل للطلب على الطاقة في الدولة ويواكب ركيب التطور في هذا القطاع التنافسي. قام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي يرافقه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بجولة تفقدية في مدرسة البطين للبنين الحلقة الأولى في العاصمة أبو ظبي، طلع خلالها على سير العملية التعليمية في المدرسة وتعرف من القيمين عليها بعد لقائه بالطلبة على أبرز الممارسات والمبادرات التعليمية لا سيما مع عودة الطلبة إلى أجواء الدراسة. وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان إن التنمية تقوم على ركيزتين أساسيتين هما العلوم والفنون، وعلى التعليم ألا يهمل لا يهمل العناية بهما ويكرس أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال،
فإذا كانت التقنية تسهم في دفع عجلة التطوير إلى الأمام فإن الفنون بما في ذلك الموسيقى هي مرآة للمشاعر الإنسانية وذاكرتها الحية. وكان في استقبال سموه لدى وصوله المدرسة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي جميلة بن سالم صبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، وسعادة محمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لغطاء العملية المدرسية في مجلس أبوظبي للتعليم، والسيدة موزة راشد المهيري مديرة المدرسة. وكان سموه بدأ الزيارة بتفقد مجموعة من الفصول الدراسية في مدرسة البطين تضمنت فصل الموسيقى، حيث عزف الطلاب السلام الوطني، وزار بعدها فصل اللغة العربية وفصل اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الفصل الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة. ثم طلع سموه من مديرة المدرسة على موجز واف عن إدارة المدرسة ومرافقها الخدمية وواقع الأداء التعليمي وجهود الهيئة التدريسية في تزويد الطلاب بالعلم والمعرفة، وإلى أبرز الإنجازات والتحديات في التحصيل الدراسي خاصة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات سكاي فارما في قرية الشحن بمطار دبي الدولي أحدث منشأة للمجموعة مخصصة لمناولة الأدوية الحساسة للحرارة بسرعة وأمان. رافق سموه معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي أحمد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعدد من المسؤولين بطيران الإمارات وهيئة الطيران المدني بدبي ومطارات دبي ووزارة الصحة وهيئة دبي للصحة وإدارة أمن مطارات دبي. تبرعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بمبلغ 12,110,876 درهما لكفالة ودعم أيتام العالم الإسلامي، تسلمته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بدبي. وسلم سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشياباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية شيكا بالمبلغ إلى محمد الزرعوني مدير فرع الهيئة بدبي، وذلك في مقر دائرة الرئيس بمنطقة الممزر في دبي، وذلك بحضور عدد من المدراء والمعنيين بصرف الزكاة والصدقات في الدائرة. هذا وأكد الجانبان خلال اللقاء على المشاركة الفاعلة في المجالات الإنسانية والدينية والتي تدل على القيم الأصيلة، مشيرين إلى أن هذه المبادرة تجسد مستوى التراحم والحرص على تضافر الجهود. اختتمت في العاصمة العمانية مسقط عمل دورة التدريبية المكثفة لتدريب مدربات في مجال التمكين السياسي للمرأة والتي نظمتها منظمة المرأة العربية. حضرت في الدورة الدكتورة فادية كيوان مديرة معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف ببيروت وعضو المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية. تناولت الدورة التدريبية موضوعات مختلفة تضم نشأة فكرة المشاركة في الحياة العامة ومسألة النوع الاجتماعي وأسباب تأخر المرأة العربية عن المشاركة في الحياة المدنية والسياسية المرأة العربية ومشاركتها في الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني ومشاركة المرأة العربية في الانتخابات. تهدف الدورة إلى تنمية ثقافة المشاركات السياسية ومهارات التواصل من خلال تقنيات مختلفة من بينها العصف الذهني. قدمت جمعية دار البر أكثر من 9,000 أضحية للمحتاجين والأسر ذات الدخل المحدود من المستحقين خلال عيد الأضحى المبارك، منها 1,925 أضحية داخل الدولة و 7,076 خارجها. وقال عبد الله علي بن زايد المدير التنفيذي للجمعية إن نحو 18,000 أسرة استفادت من مشروع الأضاحي خلال العيد هذا العام، من بينها 3,850 أسرة داخل الدولة و 14,152 خارجها. في الشأن اليمني، أكد الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي استعداد حكومته للمشاركة في أي مشاورات قادمة للسلام بناء على المرجعيات المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015 هي الأساس لأي مشاورات مقبلة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن الرئيس اليمني خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه عبد الملك المخلافي
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني في اجتماعات الدورة 17 لقمة حركة عدم الانحياز التي تستضيفها فنزويلا بمشاركة 120 دولة أعضاء في الحركة و17 دولة مراقبة، ترحيب بلاده بكل المبادرات التي تهدف إلى تحقيق السلام عبر مشاورات تقودها الأمم المتحدة وفقا للمرجعيات الثلاث، بما في ذلك ما نتج عن لقاء مدينة جدة السعودية بمشاركة المبعوث الأممي الخاص باليمن نهاية شهر أغسطس 2016. إليكم آخر إغلاقات لمؤشرات السوق المحلية لليوم. رياضيا، حصد فريق أبوظبي بروتون للسباقات بقيادة البطل الإماراتي خالد القبيسي وعلامة بورشة 911 RSR 10 نقاط هامة بعدما أنهى الجولة السادسة من بطولة العالم لسباقات التحمل في تكساس الأمريكية محتلا المركز الخامس في فئة جي تي أم. على الرغم من التحديات والمعوقات التي وقفت أمام تقدم الفريق الإماراتي خلال سباق الست ساعات، إلى أن القبيسي مع زميله ديفيد هايمار وهانسون وكيفن إستر تمكنوا من إنهاء السباق وتحقيق الهدف في تقليص الفارق مع متصدر بطولة العالم إلى 33 نقطة، معززين مركز وصافة الفريق برصيد كلي بلغ 104 نقاط مقابل 137 نقطة للفريق المتصدر، وذلك مع تبقي ثلاث جولات فقط تقام في القارة الآسيوية وهي فوجو اليابانية وشنغهاي الصينية، ومسك الختام مع جولة حلبة الصخر الدولية في مملكة البحرين. أمال البطل الإماراتي خالد القبيسي لا تزال قائمة للمنافسة على لقب بطولة العالم لسباقات التحمل، والموعد التالي سيكون مع سباق فوجي 6 ساعات في 16 أو في 16 أكتوبر المقبل. أما الآن نتابع وإياكم درجات الحرارة العظمى والصغرى لليوم. نهاية النشرة، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله.